وللتعليق على الموضوع معنا من اسطنبول السيد باسل حفار مدير مركز إدراك للدراسات. أهلا ومرحبا بك أستاذ باسل. بداية، تصريح إيراني جديد يؤكد أن الوجود الإيراني العسكري في سوريا سيستمر ردا على تهديدات نتنياهو لإيران باستهداف قواتها في سوريا. كيف تقرؤون تصريحات اليوم؟ تحية لكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة التصريحات الإيرانية ليست الأولى من نوعها. الإيرانيون منذ في معظم المناسبات السابقة كانوا يصرون ويلحون ويظهرون بشكل واضح أنهم لا ينوون الإسحاب من سوريا، لا عسكريا ولا اقتصاديا ولا في أي قطاع من القطاعات الأخرى. والآن مع تصاعد الاشتباكات أو الأزمة تخص الوجود الإيراني بسبب الانسحاب الأمريكي الذي يتضمن في أحد محاوره أو آلياته أن يتم الضغط على إيران لتنفيذ انسحاب في المقابل أيضا، يعني هناك توتر عالي بخصوص هذا الأمر بين الإيرانيين والصهاينة من جهة وبين الأطراف الأخرى من جهة أخرى. هل لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا علاقة بارتفاع حدة التهديدات بين الطرفين، ونقصد هنا إيران والكيان الصهيوني؟ التأكيد هناك علاقة كبيرة. أولا، الأمريكان في الوثيقة غير الرسمية التي سلموها لتركيا تحدثوا بشكل صريح عن أن انسحاب الإيراني من سوريا هو أحد المحاور الأساسية في عملية انسحاب الأمريكي نفسها. أيضا الولايات المتحدة وعدت الإسرائيليين بتقديم الدعم اللازم لتقوية موقف الإسرائيليين تجاه ضد الإيرانيين، وهذا أيضا أحد الأمور التي صعدت من حدة التوتر. الأمر الآخر مسألة المنطقة الآمنة والدخول التركي وغيرها، وهو ما يعني رسم حدود معينة للأطراف، وفي كل الاتفاقات المذكورة لحد الآن لا يوجد حديث عن حدود الوجود الإيراني، خصوصا أن المنطقة الآمنة إذا كانت كما تحدث الولايات المتحدة تشمل 20 ميلا فهي تشمل منطقة الرميلان، وبالتالي هي ستشمل بعض من حقول النفط وبعض من مناطق تواجد النظام، بعض المعسكرات التي هي الآن تحت قبضة النظام. هل تتوقعون مواجهة عسكرية قريبة بين إيران والكيان الصهيوني على الأراضي السورية، بحيث يعني هل تعزز مغادرة القوات الأمريكية سوريا هذه التوقعات؟ يعني الإسرائيليون قالوا في أكثر من مناسبة سابقة أنهم لا يحبذون أو لا يفضلون توسيع دائرة المواجهة إلى حرب كبيرة أو واسعة مع الإيرانيين سواء في سوريا أو خارج سوريا، لكنهم سيستمرون في توجيه الضربات وسيستمرون أيضا في توسيع نطاق هذه الضربات. ومن جهة أخرى هم أكدوا على أنهم سيوسعون نطاق عملياتهم لتشمل أذرق إيران، يعني سيوجهون ضربات إضافية إلى حزب الله وأي جهات أخرى مرتبطة بإيران في المنطقة. نعم، مدير مركز إدراك للدراسات كنت معنا من إسطنبول السيد باسل حفار، شكرا جزيلا لك.